سلام الله عليكم، عيدكم مبارك كريم، وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع الرياضي، الأسبوع الرياضي، حلقة لمناقشة ملف للغوصي في قضية اليوم، حصيلة المنافسات، أسبوع من المنافسات، أسبوع من التعايش بين كورونا والكرة. في حلقة اليوم سنتوقف عند علاقة السلطة بالكرة، سنتوقف أيضا عند ترتيب أولويات بين صحة المواطن والمنافسات الرياضية، ونختم كالعادة بقراءة في كف المستقبل. لمناقشة هذه المحاور معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما صلة، لهما ارتباط، لهما معرفة بهذه المواضيع. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك استاذ مصطفى السويحب، الإطار الوطني، المعد البدني السابق للوداد والمعد لنادي الخور القطري وفريق التعاون سابقا. تحية رياضية سي حسان، وكنحييك على هذا البرنامج الناجح، ونتمنى له الاستمرار الاستمرارية. ناجح بكم طبعا وبالمشاهدين الافاضل. معنا صحفي المثير للجدل سي عادل العماري، صحفي براديو مارس، مرحبا بك. مرحبا بك خويا حسان، وعيد مبارك سعيد للمشاهدين الكرام. في المحور الاول سنتوقف عند ترتيب الكره في سلم الاولويات. الكره تتراجع امام احتياجات واولويات اكبر تتعلق بسلامه الانسان. عادل، أولويات كانت الكرة بالنسبة لنا احنا تقريبا أولوية، الآن كنظن أنها تراجعت. أكيد أن كرة القدم رياضة، ورياضة اللي خذت واحد المساحة كبيرة في الحياة ديال المغاربة نظرا للشغف الكبير ديال الشعب المغربي بها، ولكن كنظن بأنه الحقيقة حقيقة كتبين بأن كاين أولويات مهمة في الحياة ديال الإنسان، وشنا الآن بأنه الصحة والتعليم كان عندهم دور كبير وكبير جدا في ما عشناه مع كورونا، خصوصا الصحه والمشاكل الكبيره اللي عاشها هذا القطاع قبل الظاهره ديال كورونا. الان كنظن بانه الوعي ديال المغاربه وديال الحكومه وكاع ديال الناس المتدخلين كيبين بانه كره القدم رياضه اللي ولات صناعه كبيره، ولاو كيدوروا فيها ملاير كثار، ولاو فيها بزاف الناس خدامين، ولكن كتبقى دائما كتحط الصفوف اقل من الصحه والتعليم والحوايج اللي عندها ضروريات في الحياه ديال الانسان. والامن طبعا اكيد. كتقاسم نفس الافكار مع عادل العماري ولا عندك شي راي اخر؟ تقريبا سي عادل الاجوبه ديالو كانت مقنعه، لان الحين ولات اسبقيات، ولات الاسبقيه مثلا لهذا الداء هذا اللي انتشر بسرعه، وما خلاش المجال لكره القدم باش تكون تبقى ديما مسيطره على يعني على العقليه ديال المغاربه كلهم. وكنتمنى ان شاء الله هذه الفتره تمر بسرعه، لان لها تاثير كبير سواء على اقتصاد البلد، سواء على صحه الانسان، في جميع الجوانب. ولكن سي سويحب، واخا كنتكلموا على تدني الايقاع، تدني الترتيب ديال الكره، باقى الكره، باقى الصفقات، باقي كنتكلموا على صفقات كبيره، والخليج العربي اللي انت يعني دوزتي فتره طويله في الخليج العربي وتحديدا في قطر، مازال نفس الاقبال على اللاعبين، نفس الصفقات كبيره. كيفاش كتفسر هذا؟ واش ما كتشوفش بانه كاين تناقض؟ كنقولوا الاولويه لصحه الانسان، ولكن كنجيو لهاد الصفقات وكنلقاوها بنفس القيمه الماليه. اكيد صار. اكيد، لان هادشي ما كيمنعش، لان الفرق مثلا انا كنتكلم على قطر مثلا، كنعطي مثال نموذج ديال قطر. قطر في بحث مستمر على اللاعبين الممتازين كمحترفين تما في قطر، وخير دليل ان كان الاتصال مع سي ايوب الكعبي، لان احتمال كبير غينتقل للدوري القطري خاصه بنادي الخور الرياضي. كنظن ان الكره ديما كتبقى مسيطره، ولو كانت شي اجراءات لتقليص الحجم ولا القيمه الماليه ديال الصفقات، ما كاينش هادشي. لا بالعكس، بحال بالهند هو التحق بالدحيل
لخويا سابقا التحق بالدحيل مبالغ خياليه يعني كان كورونا ما كاينش. لا كاينه كورونا ولكن مبالغ خياليه. هما عندهم المحترفين في جهه والداء في جهه. لان لو لاحظوا مثلا في قطر اغلبيه ديال المصابين من الاسيويين اللي كانوا كيبنيو الملاعب وتشيد الملاعب هذو اللي تصابوا اكثر. اما القطريين ما فيهمش اصابات كثيره. واخا عادل شنو رايك في هذا وكنظن بانه تناقض مفارقه عجيبه انك تتكلم على اكيد ان هذا الاداء والكورونا غتاثر على كل شيء ماشي غير على الرياضه غتاثر على جميع المجالات. كره القدم التاثير ديالها فهو كاين تاثير كبير لان المداخل يمكن عندك فلوس باش ميزانيه باش تقدر تجيب لاعبين ولكن المداخل ديالك مداخل ديال الجمهور مداخل ديال الاشهار كتقلص بشكل كبير. حتى واحد ما كي ينفي بان كره القدم ولات على الصعيد العالمي صناعه كبيره جدا والمغرب غادي مع التطور الان فاش كنشوفوا فرق ديالنا اللي ولات كتلعب فينالات ديال الكاف وكتلعب في الشامبيونز ليغ وغدا هذا كيبين بانه الرياضه والفرق المغربيه زادت من الميزانيات ديالها والاكيد ان غيكون واحد الدخل موازي مع هاد الفلوس اللي كتخسر لان الانديه كتشوف شحال من واحد خدام العائلات ديالهم الناس اللي في الفريق الفئات الصغرى ولات صناعه كبيره جدا اللي كترجع الفلوس بشكل كبير. ما نساوش بانه الرياضه كاينين شعوب وكاينين دول اللي تعرفت بالرياضيين ديالها وحنا في واحد الوقت من الاوقات المرحوم حسن الثاني فالميساج ديالو كان واضح المغرب تعرف بعويطه ونوال في واحد الوقت اللي ما كانش كيعرفوا الدبلوماسيه الموازيه اكيد غير ماشي الدبلوماسيه حتى ما قدمته الرياضه للشعوب والبلدان ديالها يمكن يتحسب فوق من السياسه وفوق من السياسيين والعمل ديالها. واخا سي سويحب وحنا كنتكلموا على الاولويات الان ولا الجانب الطبي اولويه من الاولويات الكبرى ماشي غير في الرياضه في مجالات الحياه. حسينا باننا كان عندنا تقصير في المجال الطبي، حسينا باننا كنا متاخرين في المجال الطبي وحتى في الرياضه ولينا كنشوفوا واحد الطقس من طقوس المباريات هو انك كتعطى الاجهزه الطبيه هي اللي كتعطي الكودون فوا في التفاته لهاد الاطقم فيها واحد العبره فيها واحد الحكمه واننا راه كنا مقصرين في حقكم ولكن انتوما اللي خصكم تفتحوا المباريات وبكم المباريات تنطلق. صحيح وكنظن هذه نقطه ايجابيه انا غنسرد غير على سبيل المثال مثلا النقص اللي كاين دابا بخصوص هذا الجانب مفروض مثلا في قطر قبل بدايه الدوري الاطباء كيدخلوا مثلا الاسبيطار كلهم بالاجماع كل صبحيه يعني من 8 ل 1 عندهم تكوين بحال مثلا تكوين ديال هاد المستجد ديال كوفيد 19 داروا لهم تكوين خاص كيفاش تعاملوا مع اللاعبين كيفاش مع المسيرين مع الاداره مع كل شيء يعني في هذا الوقت الحالي الجهاز الطبي عنده دور كبير وهذا الدور المناط للجهاز الطبي اكبر من دور المدرب اكبر من جميع الادوار وفعلا نجحوا في هذه المسائل لان بداوا هذه الاشياء اول ما بانت هذا الكوفيد بداوا كيستدعوا الاطباء من 8 الصباح ل 1 العشيه تكوين مستمر وجايبين لهم اطباء على مستوى عالمي. كيفاش كتوقع عادي الرؤيه ديال المسير للطبيب مستقبلا واش غيكون تعزيزات الطاقم الطبي لان الطاقم الطبي غالبا كنلقاو فيه جوج ثلاثه الناس في حين ان الاطقم الطبيه ديال الانديه الكبرى كتلقى فيه 10 12 13 تخصص. شوف حسن عمر الطب والجانب الطبي ما كان استثنائي ولا ما كان ثانوي. المشكله في الشخصيه ديال الطبيب كتلقى طبيب شخصيته ضعيفه ما كيفرجش ولا كيقول لكم نحمد الله ونشكره بخير. نو المشكله ماشي في الجانب الطبي المشكله في اللي كيسيروا الجانب الطبي. تلقى طبيب باك بلس 12 وقاري والنيفو عالي وداك الشيء وكيرضى بالاقل كيقام بالقليل. المشكله ماشي في الطب المشكله في الشخصيه ديال الطبيب. كاينين اطباء عندنا في المغرب اللي الشخصيه ديالهم كتخليهم كلشي يحترمهم وكلشي يقلب باش يجيهم وكاينين اطباء اللي الشخصيه ديالهم ضعيفه باغي يقلب على بليصه وصالير وكيدوز. هذا هو المشكل. يمكن امثله كثيره نهضروا على الدكتور هيفتي حتى واحد ما يقدر يدوز حتى من حداه لانه طبيب عنده شخصيه ديالو عنده كرامه ديالو كيفرض
الرأي ديالو كيفرض الاختصاصات ديالو كيفرض شنو اللي غادي يحتاجو باش يخدم. وكاينين اطباء اخرين تقدر تعيط عليه في التليفون تقول لي شنو الرأي ديالك. كاين اختلاف، كاين الطبيب متفرغ، كاين الطبيب اللي كيقول هذه غير هذه الوظيفه، هذه الوظيفه، هذه الوظيفه فيها اضافه ليا كنصبر في شي حوايج نورمال. طبيب، طبيب كشخص خصو يكون عنده ان بلس بعيد على اي واحد، لانه ممكن خصو يكون متفرغ باش غادي يكون معاك بديك الشخصيه ديالو، خصو يعرف بانه عنده صالير مزيان والاداره ديال النادي كتطلب منه يكون متفرغ. الان 80% ديال الاطباء ماشي متفرغين، عندهم عيادات كيخدموا معاك اميتون، كيخدموا معاك اميتون كيقبلوا داكشي اللي في حد ذاته. هادشي اللي كتقول حسن ما خصوش يكون، طبيب خصو يكون عنده ان شوا، يا غيعمل ولا يخدم هنا يا غيخدم هنا، تكون عنده قرارات واضحه. خويا غادي نجي نخدم معك هنا، غتعطيني طونطون غتوجدي طونطون. حنا نعطيو مثال، دكتور محسن صديق ديالنا، السيد كيخدم في الاونيفو، الناس كيديروا لي ترونسفير ديال اللاعبين، الناس في الامارات ولا في السعوديه ولا قطر كيقلبوا يديروا ترونسفير ديال طبيب. علاش؟ لان السيد طبيب في النيفو العالي، طبيب ديال لا بيرفورمانس، السيد كيعطيك اضافه. ان الطبيب يقدر هو يعاون الفرقه باش تربح، هو يعاون الفرقه باش دير الالقاب. ولا شفنا المسار ديال الدكتور محسن مع المنتخبات الاماراتيه ولا مع الانديه اللي لعب فيها، فالمسار كله انجازات وكله القاب. الان فاش كتجي عند الدكتور محسن كيقول لك حنا وي فريق العين الاماراتي، انا فاش جيت ليه طلبت بانه كذا كذا كذا، كنخدم بواحد 500 مليون، 500 مليون كتضرب بها فرقه هنا، فرقه هنا. اذا الطبيب فاش غادي يجي خصو يجي باش يعطي لو بلوس، خص توفر لي الظروف. شكون اللي غيخليك توفر لي الظروف؟ الشخصيه ديال الطبيب. فاش غنقول لك بغيتي نخدم معاك غتوجد لي طون 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 طون، ماشي غادي نقول لك واه ما كاينش ثلاث واه صافي الدنيا هانيه واه خصنا هذه واه صافي ماشي مشكل. الشخصيه بحال الدكتور بحال الدكتور مهم بحال الدكتور محسن، اولا صعيب انه يشتغل مع بعض رؤساء الانديه، هذه وحده. والدكتور محسن خصو يخدم في المغرب، الا ما خدمش مع الانديه على الاقل يخدم مع الجامعه اللي تقدر توفر هاد المطالب ديالو. غنبقاو دائما كنتكلموا على الطبيب، الطبيب باقي كيتعرض للطرد من طرف بعض الحكام، شنو الراي ديالك في القضيه؟ وهذا هذه حق من الظرف بالنسبه للاطباء، لان احنا الانديه كلها محتاجه للطبيب اكثر من 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 السابق، لان الحين في وجود هذا المرض وهذا العله وهذا الداء اللي انتشر، حنا بالعكس الطبيب خصنا نرفعوا من المقامه ديالو، خصنا نرفعوا من القيمه ديالو ونعطيه الاهميه، نعطيه الاهميه الكبرى الحين داخل المنظومه ديال الفريق. يعني ما خصوش تطرد، هذه راه من الزهره، هذه الدكتور مطرود، هذه ما كايناش في شي بلاصه. هذه كلمات خصنا فاش كنقولوا من الزهره كان صعيب. وانا انا كتبان لي بحال هكا، لان شوف قلتي واحد القضيه مهم، قلتي خصنا نرفعوا من المقام ديالو. خص الطبيب هو بعدا في الاصل هو يرفع من المكانه ديالو، يرفع من الاخلاق ديالو. كيف قلتي الطبيب هو تكون عنده رفع من المكانه ديالو؟ لا طبيب، كاين بعض الاطباء اللي كيدير. علاش دابا نمشي معك لي كا قلال، يا الطبيب غيدخل يدير انترفونسيون ما فيها لا مكانه الطبيب لا قيمته، هو باغي يدير المهمه ديالو اللي كيبني عليه الضمير ديالو. راه الحكم ما غيطردش طبيب حيت دخل يدير العمل ديالو، يدير انترفونسيون. لا لانه دخل بلا اذن ديالو، بغض النظر لي ديتاي، مي كنظن بان الحكم الا شاف بان لو كا ديال التدخل السريع ديال الطبيب ما غاديش يطردو. حنا كنهضروا على لي كا ديال الطرد اللي كيولي الطبيب حتى هو كيحيد هذاك الجلباب ديال الطبيب اللي خص تكون عنده واحد 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 الشيء زايد على اللاعب، واحد الثقه، واحد الحكمه كيف قلتي، وكيدخل حتى هو في المنافسه ديالها. والله ما ندخل ولا دفعني ولا ندفع، الان ما كيوليش طبيب، هذا خصو يتطرد، لان حتى هو خص يتطرد. شكون اللي غيبقى طبيب تما؟ راه كاين طبيب ديال الفريق، كنظن بان الطبيب ديال هذا الفريق ولا هذا الفريق عنده مشكل بحال. مي فاش كيكون الطبيب هو مثال بالحكمه ديالو، ما كنظنش بان شي واحد غادي يطردو. الا كان طبيب دخل قبل ما يعطيه اشاره الحكم، والحكم غيشوف بان لو كا ديال الطبيب داخل عليه، ما نظنش بانه غادي يطردو. باش ما نعطيوش هذه القصه حجم اكثر منها، كنظن بانه طبيب خصو يبقى في واحد المنزله كبيره، تكون عنده حكمه كبيره، يكون قدوة ان اللعاب ولا المسير ولا الحكم كيبان لي الطبيب شي واحد اللي شي حاجة كبيرة عندنا، انه غيدخل باش يعاونك ولا باش ينقذ حياة. ما كنضرش هاد لو ديتاي ديال، ولكن حتى الحكم خصو يعطي اعتبار لهذا الشخص، حاجة طبيعية، ويعامله على انه راه بعدا خصو يعرف. الحكم خصو يعرف واحد القضية، راه هذاك الطبيب
راه الطبيب ديالو هو الاول. هو نيت سنور ديالو هو الاول. سي عمري دابا عطيت واحد النموذج ديال الاسبيطار. الاسبيطار دابا في كاين 12 نادي، 12 نادي اسبيطار اللي كتعين الاطباء، كتعينوا بواحد بحال مثلا دكتور تحملات كيتشارج. غتمشي لهاد النادي انت المسؤول الاول والاخير وتاخذ معك الستاف ديالك كياخذ معاه. يعني ماشي الرئيس ديال الفرقه اللي كيجيب الطبيب. لا والو، الرئيس ديال الفرقه ما يقدرش يتكلم مع الدكتور. حنا هنا في المغرب عندنا اطباء احسن من هادو ديال الاسبيطار بسنوات دوري. ومغربي دابا هو كيسير. هادو راه مغاربه، هادو راه مغاربه كيتكلم. سي عادل هادو راه مغاربه بحال الدكتور هشام اللي كان مع الفتح، بحال الدكتور حسوني. حسوني دابا كيحكم. حسوني كيحكم دابا. كاين اربعه ديال الدكاتره مغاربه. شكرا سي مصطفى. وصلنا للمحطه الثانيه في هذا اللقاء الحواري المثير. في المحطه الثانية سنتوقف في مدينة مارا. السلطات توقف مباراة برسمية البطولة الاحترافية بين وداد مارا والنادي القنافي. عديل نقدر نعتبرها سابقة، هي الأولى من نوعها في كرة القدم في المشهد الكروي المغربي. توقيف مباراة لكرة القدم برسم البطولة الاحترافية الدرجة الثانية من طرف السلطة المحلية بمدينة تمارة. وهو فاش كتدخل الحيتيات السلطة طبقات القانون، السلطة كتقلب على مصلحة ديال المواطنين وكتخاف على السلامة ديالهم. المشكل الأساسي منين جاي؟ جاي من فريق النادي القنيطري اللي ما طبقش القانون، فريق النادي القنيطري اللي ما طبقش الأمور اللي تعطاته باش يقدر أنه يلعب إجراء ويدير إجراء مقابلة. الرئيس ديال النادي القنيطري، جميع اللاعبين ديال نادي القنيطره راه في وضعيه سليمه اللي كان دابا. انت شوف الناس ديال القنيطره، اولا ما داروش لي تيست 48 اور قبل المقابله، ها واحد داروا، مشاو عند واحد لابوغاتوار بريفي وداروها 24 اور افون لو ماتش. مزيان. الخطير شنو هو؟ هو ان لابو فاش عطاهم النتائج عطاهم بان جوج ديال اللاعبين فيهم الكوفيد 19. داكوغ، اش داروا الناس ديال ما جابوش دوك اللي. ما جابوش هذوك الجوج وجابوا الاخرين. مزيان. الخطير هو ان الرئيس ديال النادي القنيطري ما علم لا سلطه، ما علم جامعه، ما علم حتى واحد، وجا قال لك باغي يلعب. فاش وصلوا الامور واضحه، الناس ديال لو سونتر اللي داروا فيه التحاليل علموا السلطة، السلام عليكم. وعليكم السلام، نادي القنيطري في جوج اللاعبين فيهم الكورونا. هزوا التليفون عيطوا للسلطة، عيطوا على الناس ديال نادي القنيطري، مشاو عند الوالي، السلام عليكم. وعليكم السلام، هاد الناس لا راه حنا ما جبناش هذوك الجوج، راه جبنا غير الاخرين. واخا ديروا لنا تعهد بان هاد الناس ما كانوش مخالطين مع هاد الناس هادو، ديروا لنا تعهد. ياك حيدتهم ما كانوش مخالطين، ديروا تعهد. ما قدروش يديروا تعهد، لان هذاك الاداري ما يقدرش يدير تعهد. ماشي رئيس ما والو، رئيس ديال النادي القنيطري هو اللي كيتحمل المسؤوليه كامله. ملي خرجوا لي تيست غتعلم السلطه وتعلم الجامعه، السلام عليكم عندي جوج ديال اللاعبين فيهم كوفيد. ما بقاش قضيه في الاشعار في الاعلام، لان الاشعار داروا هذاك اللابوراتوار، داروا اتصل بالسلطات ديال القنيطره. الفرق كاين فرق حسن. الرئيس فاش غادي يعلم بان عنده جوج لاعبين فيهم في لو جور دو ماتش، علاش ما درتيش انت لي تيست قبل 48 اور باش الامور تمشي عاديه وما ندخلوش لهاد علاش لعبتي لا جبنا الورقه لا ما جيبش لنا الورقه. انت عرضتي الحياه ديال كاع الناس اللي كانوا في التيران للخطر. جيتي كيقولوا لك واخا واش هاد اللاعبين هادو اللي كانت فيهم كورونا واش ماشي مخالطين ما كانوش مع اللاعبين الاخرين؟ كتقول لهم لا وقع بان تحمل المسؤوليه ديالك. كيقولوا وقع، كيقولوا الاداري يا عادل. أيه ولكن واش الاداري راه اداري واش كيخدم بوحدو ولا كيتسنى قرار القانون؟ اش كيقول فاش كدير لي تيست؟ خصك دير لي تيست 48 اور افون. واش هذيك الوثيقه اللي كيقولوا لهم السلطه هذيك وقعوا لي عليها واش قانونيه؟ نجي انا ونوقع لك نقول لك صافي نلعب وتخليني نلعب؟ لا هذا هو المشكل. ما خصكش هذا. اذا انت ملي ما قادش توقع، اذا عارف راسك داير المشكل، عارف داير المصيبه. ملي انت عندك جوج اللاعبين دابا اللي بغى يسطيني هو قنيطره كانت كطالب باش المقابله ما تلعبش، اجلوها المره الاولى لان كان دوكا هذوك لي دوكا اللي كانوا كان دابا فهمت سته دوكا كانوا في الفرقه، كانوا مع الفرقه كيترينوا مع الفرقه.
ما تخاصموا مع الرئيس ما خلصهمش، ما عطاهمش فلوس، خرجوا هزوا صاركم مشاو، واحد مشى للشمال واحد مشى للسلا، جابوا معاهم كورونا دخلوا للفرقه. فاش داروا لي تيست ولاو فيهم كورونا، ولاو كيطلبوا انهم يديروا ما يلعبوش. كي الجامعه كتقول مع اللي مريض غيحيد وغادي تلعب بالفريق ديالك، خص ما يكونش واحد لو نوم واحد 15% من ليفيكتيف ديالك الا فتيه عاد ناجلوا لك. شنا المغرب فاسي خمسة ليكا في أربعة ديال ليكا، الناس راه لعبوا البارح وما كاينش الإشكال. إذا أنت عاود طالبتي بأنك ما تلعبش المقابلة وأنت ما دير لا لي تيست، ما دير القانون، ما طبقت حتى شي حاجة. هذا علما أن مباراة ودية ديال الكاك مع عمل بالقصيري تمنعات، لأن فريق عمل بالقصيري ما كانوش دايرين الفحوصات. هذا هو المشكل. قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإعادة هذه المباراة والانطلاقه ديالها تبدا من ديك الدقيقه وتبقى النتيجه ديال المباراه اللي كانت سيطر. كنظن يعني بصراحه هذا هو اللي خصو يكون كاجراء بالنسبه للتمارا، لان التمارا ربح بواحد صفر داك لافونتاج ديالها تحافظ على لافونتاج ديالها. التمارا ما باغاش تطالب حتى هي بالتاجيل، لانك تقول تمارا كتقول لك ما غاديش يكون عندنا حنا غنعاودوا نلعبوا ثاني. التمارا ما كطالبش بالتاجيل، طالب بالفوز للمقابل. حتى التمارا اش كيقول لك؟ كيقول لك انا ما ديرش المشكل، اللي يدير المشكله القنيطره اللي يدير المشكل، اللي عندهم ديكا وما علنوش عليهم. اش كيقول القانون؟ واش القانون كيقول بانه اللي كيدير هذا المشكل كيتحمل المسؤوليه وكيتعاقب؟ لا ما كاينش القانون، ما كايناش جوستومون. الان الناس ديال العصبه عاودوا بروغراما والمقابله في الوقيته في الصفر الحكم دقيقه 23 24، هذا بلا اربعه بلا اربعه، هذا فيما يخص الكره. فيما يخص ولكن تكافؤ الفرص هنا الى لعبوا وداد تمارا الاربعه ويجيو يلعبوا مع الراك السبت ولا الحد، راه غادي يكونوا هما المتضررين. شوف هاد الهضره حنا دخلنا هادو راه وداد تمارا اللي كتقولها. شوف حنا دابا فهاد الهضره ديال لا غنلعب ولا كون لعبوا مع الحسيمه الدنيانيه ولا كون لعبوا مع سيدي قاسم ديال. شوف غتلعب كره القانون كيطبق على كل شيء، ما كنختاروش فيه. ولا انا راه من بعد لعب مع الراك، ولا تقدر تدخل مع الراك وتربحها، فين كاين المشكل؟ انا كنهضر معاك في واحد لوكا، ما تلصقش ليا كا مع كاخر. الناس ديال تمارا عندهم الحق، يقول لك خويا انا ما عندي حتى شي حاجه في هذا، انا دير لي تيست ديالي اموري واضحه، جيت دخلت المقابله لعبه. شكون اللي داير هذا المشكل؟ اللي دايروا الناس ديال القنيطره. القانون كيقول لك هذه المقابله وقفت في تل دقيقه غادي نرجعوها بنفس النتيجه في هذا الوقت. اللي غيتحمل المسؤوليه هو الرئيس ديال النادي القنيطري. كون هذه المباراه توقفت في الدقيقه 89 غيجيو هادشي كلشي يلعبوا دقيقه. لا هو دابا انت دابا كتقلب على المشاكل. انت انت قلت لي القانون. انا قلت حسن واحد المساله بحال واحد يوقفوا هذا الماتش سال الفيلم. دابا المشكله شناهي حتى بالنسبه للنادي القنيطري؟ النادي القنيطري كيتحمل المسؤوليه ديال هذه المباراه كلها، كيتحمل المسؤوليه لان هذوك تمارا شنو الذنب ديالهم؟ راه بصراحه شنو الذنب ديالهم؟ هادو ما عندهمش ذنب. المفروض الجامعه تاخذ قرار جريء بالنسبه ل في حق الرئيس. لان كيف قنيطره لا قنيطره، لان قلتي واحد الكلمه تمارا غتلعب غتعاود الماتش وغتمشي تلعب مع مراكا. انا كنشوف من الجانب الصحي، صحيا، لان دابا ما كاينش داك التمرينات القويه، ربما كاين شي انديه بعدا باقا خدامه على بعد، باقي الانديه خدامه على بعد، التمرين على بعد. اذا غيأثر عليهم بالنسبه للتمارين، غيأثر عليهم التمرين على بعد. ما كاينش، كاين دابا كلشي كيتريني في مبقاش، كلشي كيتريني في تيرانا. كاين اللي غيكون في بروغراماسيون اللي خصو يكون غادي نلعبهم الاربع، نديكالي الماتش ديال الراك نديرو الثلاثين. هذا اوكي، نديكالي باش نخلي لهم فرصه ان تمارا فريق على قد الحال، بامكانيه على قد الحال، ما نقدروش نلعبوه الاربع ومن بعد عاوتاني نجيو نلعبوا على قد الحال. هما راه خلصوا اللعابه وعطاهم حواله وعطاهم مابقاش قد الحال. عندهم رئيس مزيان، شوف انا اللي كنظن هذه القضيه هذه بغض النظر على ما هو كروي، يعني كنهضروا حنا دابا السلامه ديال المواطن والسلامه ديال المغاربه هي الاهم. فاش كتمشي ولو بروتوكول ما كديروش واضح وباين، انا بغيت نعرف شنو العمل ديال هذوك الناس اللي جابتهم الجامعه مع هذا هو السؤال اللي بغيت نعطيك. هو السؤال، واش هو مراقب صحي ولا هو موظف ديال الجامعه حاطاه تما ما عندوش حتى شي صلاحيات؟ لا
عندهم صلاحيات. ولكن فين هما نورمالمون هذاك هذا الموظف ولا هذا السيد هذا اللي مع فريق النادي القنيطري خاصو يفرض عليه انه يدير لو بروتوكول 48 اور افون لو ماتش. خاصها تكون فرض ماشي اختياري. واش دابا المسؤولين ديال النادي القنيطري 48 شوف انا كيبان ليا المسؤولين كيقول لك الجامعه دايره واحد معنا هذاك هو هذاك هو الصله اللي توصل بيننا وبين الجامعه. علاش بغيتي انت من الرئيس ديال النادي القنيطري هو اللي عايش؟ شوف شوف باش ما نغطيو الشمس بالغربان هاد القوالب قديم هادشي هادشي ديال ندير تيست 28 ساعه باش نحطهم امام الامر الواقع ما لعبش هادشي قديم. اللي بغى يدخل لنا في التخلويض وبدا يقلب لنا هادشي يعطينا هادشي ديال كورونا كله جديد ما فيهش قديم. شوف حسن ما فيش ما فيش عندك عندك ان بروتوكول حسن بروتوكول الصحه ديال المواطنين افون تو كدير لي تيست 48 اور سالينا كيخرجوا لي تيست هذا هو القانون. ما تجي دير معنا القوالب وحقا باش نحطهم حيت ما باغيش تلعب اللي ما باغاش يلعب يمشي يعطينا التيسع يبعد منا وصافي وسالينا. واخا الان وقفه مع الاشهار ثم نواصل الحوار. في المحطة الثالثة من هذا اللقاء الحواري سنتوقف عند البؤر الرياضية. بعد البؤر العائلية والبؤر المهنية جاء دور البؤر الرياضية. قبل ما نبدأ النقاش مع الضيفين الكريمين نمشيو جميعا نشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. خيمت غيمة من القلق على مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بعد أن كشفت المسحة الطبية التي خضع لها بعض موظفي ومؤطري ومدربي المنتخبات الوطنية في إطار الكشف عن فيروس كورونا المستجد عن وجود حالة إصابة بهذا الوباء. تبين أن من خلال نتائج المسحة الثانية لكوفيد 19 التي أجريت للاعبات المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم إيجابية نتيجة الأمريكية لينسي كيليان مدربة المنتخب الوطني إضافة لموظف بالمركب الرياضي المذكور. وكانت لاعبة المنتخب الوطني النسوي قد خضعن لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا استعدادا لدخولهن للمعسكر الإعدادي حيث أجريت فحوصات طبية لكافة لاعبات اللواتي استدعين لخوض المعسكر الإعدادي من طرف المدربة الأمريكية لينسي كيلي وذلك للإطمئنان على حالتهن الصحية بعد توقفهن عن الممارسة لمدة تفوق 3 أشهر. وكانت عناصر المنتخب النسوي قد أجبرت على مغادرة المركز مباشرة بعد اكتشاف حالات في صفوف الحكام قبل أن تظهر حالات أخرى. سي سوحب كنا كنتكلموا على البؤر العائلية دزنا البؤر ديال الصناعية دزنا الآن البؤر الرياضية. البؤر الرياضية لقينا حالات متفرقة كنا كنلقاو لعاب هنا لعاب هنا مدرب هنا بين الراك بين طنجة دابا الماس الآن كاين بؤرة حتى في المركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة المدربة ديال المنتخب المغربي النسوي وأيضا تلقات في الحكام تلقاو بؤرة هنا بؤرة هنا بؤرة هنا. شنو الحل لهذه البؤرات؟ وكنظن دابا هذا الحل الوحيد اللي كاين دابا هو يعني الأطباء أطباء الأطباء خاصها تكون عندهم دور كبير في هذه الأشياء هذه لأن الأطباء هما اللي غيوقفوا هذه البؤر الأطباء هما اللي يبعدوا هاد الناس اللي مصابين يبعدوهم عن المجموعه الثانيه لان في لان تعرف هاد الكوفيد وخاصه الجينيراسيون الاخيره اللي كاينه دابا فتاكه خطيره جدا. شلاش الارقام طالعه؟ خطيره جدا لو شفتي الامس 823 راه خطيره جدا وفتاكه ما كاينش وقت كنا قبل كنا كنشوفوا 3 ايام 4 ايام واحد كيموت يتوفى واحد دابا ولات ما كاينش ب 7 11 13 كارثه عظمى للاسف. البؤر الرياضيه شنو هو الحل كيف يمكن التعامل معها؟ كنظن بانه البؤر الرياضيه تحمل المسؤوليه هادشي ماشي الضحك باش كنشوفوا كومون لي زيكيب بعض فرق الجيغ هاد البروتوكول اللي خصو يكون استخفاف كتقصد استخفاف كثير جدا كبير جدا. شوف الناس ديال القنيطره فرقه مجموعه فقص واحد اللعابه زوج ساكم ومشاو صادوين على القنيطره شفنا فوتنا القنيطره رجاء ابني بالله لاعبين ماتش ميكال خرجوا سالوا ماتش ميكال غدلين عندهم ماتش ميكال اخر مع الرجاء اللي مشى مع صاحبه اللي مشى بات مع اخوه اللي مشى بات مع عائلته ومن بعد جاو الغدلين وتلاقاو باش يلعبوا ماتش. قمه الاستهتار هي هذه
بحال حنا كنواجهوا شي حاجه اللي اون لو جير، حنا كنواجهوا واحد المرض وواحد الفيروس فتاك. خاص تحمل المسؤوليه عباد الله. واش عباد الله البروتوكول واضح وبين؟ انت كرئيس ولا انت كفريق تشد الفريق ديالك وتجمعوا شوف تشوف ملي تلقى اللاعبين ديالك كيمشي واحد ما تعرفوش فين مشى. دابا انا كنت كنمشي عند خويا اللاعبين كنتكلم مع اللاعبين كيقول لك البروتوكول حنا كنسمعوها في الاعلام ما عمرهم جمعونا وجابوا لنا شي مكون كما قال السويحل وقالوا لنا البروتوكول ها هو وقراوه لنا مزيان البروتوكول. هذه شوف شوف هذه هضره ديال الكسالى شي هاد الهضره هادي هذا لاعب لاعب هذا لاعب هادو اللي كيقول هذا لاعب ودولي وفي المنتخب المحلي وكسول هذا نقطه. لا ماشي كسول، لا كسول، لا في التيران ما كسول. انا ما كنهضرش على التيران، انا دابا ما كنهضرش على التيران حسن بعد مني، انا ما كنهضرش على التيران، انا كنهضر على الاجتهاد. الواحد فاش كيكون قدامه واحد الفيروس فتاك كيجتهد لراسو ويجتهد لولاده ويجتهد لعائلته ويجتهد الفرقه اللي فيها. ماشي انا ما قالوش لي ما قالوش لك دير اللي بغيتي مي نو مي الحماق هذا. ها واحد ثاني حاجه، كانت جلسه ديال هذوك المراقبين ديال الجامعه مع الفرق وشرحوا لهم البروتوكول ووراوهم وقالوا لهم واه واه والامام عاد عباد الله والامام والله العظيم. شوف حسن تحمل المسؤوليه، كل واحد كل شخص كشخص خصو يتحمل المسؤوليه ديالو لانه هو عنده عائلته عنده اسره ديالو عنده لا فامي ديالو عنده لونطوغاج ديالو بغض النظر على اش غيديروا لي هادوك باش انا نبقى مزيان. وانت فكر انت اجتهد. سي سويحب كاين اللي كيتكلم على حل من الحلول المقترحه للحد من انتشار فيروس كورونا ومن انتشار هذا البؤر الرياضيه هو الحجر الصحي على الفرق. كل فريق مادام غادي يلعب الاربعه حد الاربعه الحد يكون في واحد المكان يكون معزول يمشي يلعب ويجي يرجع تما. ما كاينش هذيك المخالطه اللي تكلم عليها عادل العماري ديال رجاء بني ملال وديال فرق اخرى. كاين هذا الحل كنظن هذا الحل هذا الحل انسب للفرق. علاش؟ لان الفرق في غياب مثلا يحاولوا يمشيوا يديروا فنادق مثلا بعد التمرين ناخذوا اللاعبين كلهم فندق فندق اللي كدير جوج في غرفه مثلا وعارف امكانيات ديال الناس ممرض ما فيهم حتى شي حاجه كتحط جوج في الغرفه. النادي كيف قال سي العماري النادي خص يكون خص امكانيات دابا خص ميزانيه نيت. انا كنادي مثلا كبير وعندي تشامبيونز ليغ وعندي هذه ناخذ ونمشي ندير واحد الكونترا مع واحد الفندق واللاعبين ديالي يكملوا التمرين يهزهم الباص يحطهم في الفندق زون الباص هاد ايزولمون واحد ليزولمون ممتازه واللعب ترينا مزيان غياكل مزيان في الفندق وجالس تمايا هو وصاحبه جوج في غرفه جوج باصات ماشي باص. المهم هذوك ما نهضروش على الجهاز. المهم جوج باصات واحد دابا القانون كيقول ما يجلسش واحد حدا واحد اذا لا جوج اللعابه في غرفه ما كنظنش في جوج في غرفه وخلقات مشكل في مركز المعموره للحكام حيت واحد في غرفه مع واحد. لا ولكن لك انا مثلا مريض انا في الكورونا وغنجلس مع السي حسن اوتوماتيكمون نعطي السي حسن الكورونا غدير راه الفحوصات الطبيه اللي غدار كتبين لك سي نورمال قبل ما تدخل للوطيل غيدخل كلشي بالنتائج السلبيه حتى واحد ما فيه اكزاكتوم غيدخلوا اسيدي حنا ملي غناخذوا لوطيل كله ياخذ شومبر زعما وقفات شومبر كاع شومبر صافي شومبر الواحد وعندهم الماكله ديالهم عندهم المسائل ديالهم وقت التمرين راه كيجي لهم الباص ثاني يهزهم كيديهم للتمرين كيساليو كيجيو ونهار الماتش راه كيمشي يلعب الماتش ديالو ويقدر من بعد يمشي لدارهم. حنا نمشيو ناخذوا الفرق عالميه ريال مدريد خداو من بعد نهايه الدوري ديالهم خداو اللاعبين اوف باش يخدر اجازه ابقى في دارك ما تخرجش من دارك حتى نجيو عندك نديروا لك التيست. هادو هما البروفيسيونيل كيجيو لعندك وداروا لك التيست وما تخرجش من دارك حتى نجيو نقولوا لك التيست واش ايجابي ولا سلبي باش كنعرفوا المخالطين ديالك وكنعرفوا كيف ولقاو لو كا واحد شدوه جاو عندو هزوه صافي. حنا اللي بغاك يا سكارتو انا ما خلصتينيش هزيت سكارتي مشات للشمال كله انا ساليت ماتش ميكال اخرج مشيت قصرت مع صحابي وبخير وغدا نتلاقى. ولكن كاين بعض الحلول بعض الحلول اللي شويه مثلا انا نعطيك انا الحاله ديال المنتخب النسوي تلقات حاله ديال المدربه الامريكيه فجاه جاء قرار
صافي اغلاق المعسكر سي نورمال سدو باش يخافوا على السلامه باش يديروا لي تيست. ولكن هذوك البنات راه تلقوهم كي هما تلقونا مشينا للعائلات اييه مشاو داروا لهم لي تيست راه ما فاقوا الصباح وقال لهم يلا خرجوا سيروا داروا لهم لي تيست واللي غيلقاوه بانه فيه غيشدوه غيدير لا كارونتين ماشي فاق قال لهم يلا خرجوا سيروا فعالكم راه داروا ها هي دابا حنا التصويره كنشوفوا فيها ها هما الناس كيديروا لي تيست ماشي فاقوا الصباح قالوا هذا لي تيست هذو ديال الاول تحمل المسؤوليه شوف الوعي انا كنظن حتى كتحل الراديو كتحل التلفازه كتحل اللي حليتي كيقول لك اسيدي هذا الفيروس راه باقي قائم غسل يديك دير لا بافيت ما 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 تخالطش مع الناس كنظن بانه سي حسن كي قلت سي عمري دابا انا حضرت لواحد تمرين من بعيد درت الكمامه ديالي وكنتفرج ما دايرين اقل شيء الحمايه ما دايرينهاش اللعبه بيناتهم بعد اول شيء ومخالطين مع بعضهم ما كاينش الفريق جاي داخل حسن الندوه ديال وزير الصحه الندوه ديال وزير الصحه الا شتيها تهرب تهرب الزحام الزحام واحد حدا واحد فينا هو التباعد فين ونكملوا كاع نعطيكم نموذج جديد كاع الالعاب الاسيويه دوك الفروق الشامبيونز ليغ ديال اسيا فين غتكون في قطر اش داروا لهم قطر ماشي غنمشي نلعب عندي ياكل هادي غيجمعوا كاع لي جروب تمايا حتى غيجمعوا لي جروب تما بالوطيل بالفحوصات بالمسائل ديالهم كلشي غتكون داكشي الفنادق والمسائل ديالهم باغي يديروا هاد التجربه لا كوب دي مون جايبينهم تمايا مصروف ديالهم كلشي على حساب قطر كنظن بان الوعي كيلعب دور مهم في هاد الامور الوعي قبل العزل الوعي قبل العزل حنا دابا كنشوفوا لو كا ديال الجعوان الجعواني لا في ديال اللي غيخرجوا لي ريزولتا في لونطريمي هو يلعب احسن من بعض اللاعبين دار كلشي وترينا وداكشي ومشى كلشي مي من بعد فاش عطاوه القرار مشى الحمد لله الاسره ديالو ما كانت فيها والو لانهم شافوا المخالطين ديالو اللاعبين كانوا واحد ثلاثه ولا اربعه دخلوهم الفرقه بقات مجموعه مشاو دخلوا داروا الحجر ديالهم ها هما خرجوا بسلام وكلشي داز بخير اذا الوعي كيلعب دور مهم مشكله ما كتعرفش منين كتجيب هذا الوباء هذا هو السؤال واش كاين شي واحد يعرف بهذيك البلاصه فيها ولا ما فيهاش ولكن خاصك دير الاحتياطات ديالك دير اخويا لا بافيت ديالك غسل يديك كل شويه المسافه القانونيه بينك وبينه الا كنا حنا ان جروب فريق ان جروب الرئيس اللي ما قادش يحمي فرقته وما قادش يوفر لها الظروف باش يجلس في اوتيل ولا يجلس بطريقه ولا يلقى حلول علاش حنا كاع غادي نبرزطوا راسنا بهذه الرياضه علاش بوكوا يا نكونوا قد المسؤوليه ونوفروا الظروف للاعبين لان اللاعبين عندهم اسر وعندهم عائلات خصنا نوفر ليه الحمايه ونوفر ليه الظروف ماشي 100% مي نوفر ليه الظروف باش يكون في صحه جيده وفي ظروف سليمه ولكن كاين اللي كيمشي في الطرح ديال هاد التجربه اللي درنا ديال هذا الاسبوع دخلتنا في متاهات دخلتنا في مشاكل اجيو نحبسوا ونعتبروا هذا الموسم موسم ابيض الجارة الجزائر راه حبسات وعطات البطولة لشباب الوزداد على اعتبار أنها عندها الفارق ديال النقاط وعندها 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 أنا بالنسبة لي خصها تكمل ماشي خصها تكمل هاد الأسبوع اللي دوزنا أسبوع إيجابي بجميع المعايير ديالو شنا مشاكله كل شيء مشاكله بفرق شوف كورونا راه تقدر بلا ما تلعب لا كره لا والو تمشي تقدا وتجيبها معاك اذا هذا الفكر ديال لا كورونا ما نلعبوش علاه اذا كانت كورونا ما نلعبو ما ناكلو ما نخرجو ما نديرو والو حنا كاع نسدو ونقتلو راسنا في الديور ونبقى ترخاوي خاوي هذه الهضره ديال الكساله الناس خصهم يجتهدوا نوض خدم كره راه صناعه كورونا ماشي كورة نجي نقصرو حنا ميتش لاعبين تورنوا رمضان كورة صناعة خدامين فيها أسر كتدخل الفلوس فيها واحد المبالغ اللي ملايير كتدور في الكورة باش تجي تقول لي في الأخر أنا ما نلعبوش ما نقصروش هذه هضرة خاوية خاص كل واحد يتحمل المسؤولية اللي ما قادش يتحمل المسؤولية يعطينا اتساع ولا بقات الأرقام في تصاعد عادي أرقام في تصاعد في العالم كامل راه أمريكان بجلالة قدرها راه الغرق الموبيل اللي عنده فرنسا اما فرنسا دابا ندموا الندم اللي مع ولاو شوها في اوروبا وفي العالم لانهم زربوا داروا قرار ديال الكسالى ها هما دابا رجعوا الكره بالجمهور وشوف دابا هما الاولين اللي سدوا ها هما دابا رجعوا الكره بالجمهور وهذا مخاطر داروا تا هما التباعد التيران فيه 20000 يدخلوا فيه 5000 كوميم مي رجعوا الكره هما دابا البي اس جي غادي تلعب تشامبيونز ليغ ها هي ما عندهاش ماتشات تفرج ليها
بالعين الناس المجتهدين راه الطاليان راك شتي شنو كان فيها، فرنسا راك شتي شنو كان فيها، الانجليز. انا بغي نعطي المثال ونبغي يكون عندي المثال القدوه ونديرو بالناس الكبار، الناس المجالزة بالالمان بالطاليان ماشي نديرو بالكوسا. ما نلعبوش خويا سي راه في حالك، هذا الراي خلي عندك عطينا اتساع واخا. غادي نمشي عندك سي سويحب. سي عديل كيتكلم على ضرورة استكمال البطولة بالرغم من هذه الأرقام، الأرقام اللي صحيح أنها فيها واحد المخاطرة وكتزاد، كيقول لك أسيدي خصهم يكملوا، واللي ما كيكملوش راه هما الكسالى والمجتهدين هما اللي غادي يكملوا. ولكن في الأقسام السفلى، أنت دابا تكلمتي على حصة تدريبية شفتيها ما فيهاش شروط ديال السلامة، واش هادو اللي غيكملوا مجتهدين وهما في كيديروا هاد الامور ما كيحترموش داك الدليل الصحي؟ انا كنظن بعدا اول شيء كنشاطر الراي ديال السي عادل. علاش؟ لا ولكن بالنسبه للدرجه الاولى عادل راه ما عارفش، راه ربما ما عارفش، ربما ما تكلمش على الفئات الدنيا، راه ما شافش. انا غنجيك على الفئات الدنيا، شافش التروزيام ديفيزيون كيفاش كيلعبوا. انا غنجيك على الفئات الدنيا كيفاش كيترينيو. دابا هاد الارقام اللي هضرتي على حسن، واش داروا اصحاب الكره هاد الارقام؟ شكون دار؟ داروا اصحاب الكره واش حم كره ملي داروا 800 كاف المغرب؟ لا ولكن ديال الكره الان راه هما، شوف راه هما كيزرعوا لنا كورونا باش اللي كيترينيو بلا بروتوكول. انا دابا حنا هضرنا على جوج الناس، المجتهدين والكسالى، ياك الرجاء الوداد جديدات الفرق اللي كلهم ما فيهم حتى حاجه وغاديين. علاش؟ عندهم امور ديالهم، قادين امور ديالهم اللي غيطبق القانون وغيطبق البروتوكول وغيطبق امور، راه ما عندوش من شي خاف. اللي كيمشي يخرج كيخالط. اسمع عادي، راه كيخرج من التيران كيخالط. اييه راه تخالط، راه انا راه مكلين خالط، راه مكلين خالط، ندير غير لابافيت ديالي، غسل يديا ودير تبعه. راه هذا هو دابا هذا الوقت اللي حنا فيه، هذا وقت ديال التعايش. ما بقاش الوقت ديال نسد عليا في الدار، هذه هضره خاويه. سد عليا في الدار ما كايناش، حيت الا قلنا ما نلعبوش كوره اش غنديروا؟ كنقول لك بان بعض الانديه على مستوى قسم الهوات وعلى مستوى الفئات الصغرى وعلى مستوى العصب الجهويه ما فيهم دابا حتى حاجه. ها هما غاديين مزيان، عند تشيكا في هاد الناس اللي كتهضر عليهم انت. كاين في الهوات لقاو حالات في الهوات جوسكا ماتنو، الامور غاده مزيانه. المشكل فين كاين؟ ها الماسترا بليكا ديالها ها هي غاده مزيان، الناس مشاو تعالجوا ورجعوا. هذا هو اللي خصنا نزيدوا به، ماشي نقولوا راه كاين اللي كخصني نوقف. نو، كاين اللي كخصني نجريهم مزيان، خصني ندير لهم التطبيب مزيان. حنا ما كنقولوش نوقفوا، حنا كنقولوا تجارب دول اخرى وقفات. حنا هنا باش نديروا لها قراءة، واش باللي وقفات نجحات ولا ما نجحاتش؟ سبليون راه ديبورتيفو فرقة داروا ليها ليكا، جاو حتى النهار ديال المقابلة. فين كاين المشكل؟ كاين شي مشكل؟ ما كاينش مشكل. حنا خصنا نعرفوا بأنه خص التعايش، والتعايش كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون بواحد النظرة اللي تكون ما يكونش فيها الخطأ. خص واش الناس دايرين لك واحد الدليل، دير لك واحد البروتوكول طبقوا وزيد في حالك. ها هما دابا الماس، نعطيو مثال بالماس. الماس جاوا 5 تليكا وجاوا 4 تليكا، ها هي لعبات الماتش ديالها وها ليكا ديالها هما بخير وهما لعبوا. نعطيو مثال بالماس اللي فيها ليكا. انا السي حسن كتبقى غير مساله ديال الانديه تنسق مع الاطباء ديالها، كل نادي عنده طبيب ديالو، عنده ستاف ديال الطب، وايضا مساله وعي فردي وجماعي. وكنظن شفت المباريات، انا شفنا المباريات ديال الانطلاقه اللي كانت مباريات اللي فيها مستوى كان ممتاز، كانت مباريات اللي فيها مستوى شيئا ما ناقص شويه، ولكن كاين عوامل. واخا سي سويحب، وصلنا الان للمحطه الرابعه والاخيره في هذا اللقاء الحواري المثير. في المحطه الرابعه سنتوقف عند الآثار السلبية لإغلاق بعض المدن المغربية. قبل ما نبدأ النقاش مع الضيفين الكريمين في موضوع إغلاق المدن وآثاره السلبية على الأندية وعلى كرة القدم في تعايشها مع الوباء، غادي نمشيو جميع ونشوفوا تقرير مع الزميلة وئام فرج ثم نواصل الحديث.
بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، أصدرت وزارة الداخلية والصحة بلاغا مشتركا تقرران فيه منع التنقل انطلاقا من وفي اتجاه كل من مدينة طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء، إضافة إلى برشيد وسطات ومراكش، ابتداء من منتصف ليل يوم الأحد 26 من الشهر الجاري. وحسب معطيات البلاغ، يأتي القرار المشترك أخذا بعين الاعتبار للارتفاع المسجل في عدد الإصابات بالفيروس بمجموعة من العملات والأقاليم بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، كما يرم الحد من انتشار الوباء خاصة خلال فترة عيد الأضحى التي تكثر فيها الزيارات العائلية ويزيد الإقبال على السفر. وتعليقا على الموضوع، أكد رئيس الحكومة سعد الدين عثماني أن الوباء لا ينبغي أن ينتقل إلى مدن تعرف حالات إصابة قليلة مقارنة بالمدن التي يشملها الحظر، مبرزا أن القرار المتخذ ضروري في الظرفية الراهنة وتم التفكير فيه منذ مدة تحسبا للوضعية المقلقة بالبلاد. هذا وأوضح البلاغ المشترك أن قرار منع التنقل لا يشمل الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة والأشخاص العاملين بالقطاعين العام والخاص شريطة توفرهم على أوامر بمهمة مسلمة من طرف أرباب العمل والحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، كما لا يشمل المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية والتي تتم وفق البلاغ في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بحاجيتهم اليومية. عادل، الآن وحنا دخلنا لواحد المرحلة أخرى هي تدبير الجائحة، هناك 8 مدن في تقريبا في حكم الإغلاق، واش غادي يكون تأثير عند الفرق في التنقل ديالها في الخروج ديالها من هذه المدن دخول الى المدن، ام ان الامور عادية بالنسبة للأندية الرياضية؟ كنظن بانه الفرق عندهم رخص استثنائية لانهم الناس كيخدموا. الان باش تنقل من مدينة لمدينة خصك رخصة اللي يكونوا السلطات عطينا لك بناء على ان واش العمل واش التطبيب واش العديد من الامور اللي خرجت في القرار، كنظن بانه ما غيكونش تاثير على الفرق لان الفرق عندهم رخص استثنائيه، فرق عندهم البرنامج ديالهم اللي خارج واضح بناء على معطيات، لان الجمعيه الملكيه المغربيه فاش خرجت ورجعت بالكره فكانت بتشاور مع وزاره الداخليه وبتشاور مع وزاره الصحه ومع المسؤولين في البلاد. كنظن بانه لا تاثير على هذه القرارات على الفرق لانهم عندهم واحد لو باركور ديالهم واضح وبين، عندهم داك الشيء ديالهم، عندهم الرخص ديالهم. كنظن بان حتى بالنسبه لينا حنا كمواطنين هذا القرار فهو قرار مهم ومهم بزاف، لان علاش اي واحد باغي يمشي واحد لقيته ولات واحد شويه الفوضى، بحال حسوا بان الناس حسوا وانا واحد منهم كتحس بانه صافي راه ما بقى صافي الدنيا يعني تو بو فير سكو تو فو، مي نو هذا غادي يرجعنا شويه للبصيره ديالنا والعقل ديالنا حباس باش تمشي خصك تكون دير لو تيست ديالك، تكون عندك لاش غادي الغرض ويكون غرض مبرر ماشي غير فيق الصباح هز طوموبيل تكون زيد فين ما بغيتي. الان هذا وضع استثنائي وكنعيشوا وخصنا قرارات استثنائيه، وكنظن بانه امور غادي تمشي المنحى ديالها الصحيح ان شاء الله. واخا حنا كنتكلموا على الاجراءات اللي كدار في المغرب بالنسبه للبطوله القطريه، كاين شي اجراءات ولا انها من حسن الحظ ان اغلبيه ديال الانديه كتلعب في العاصمه الدوحه؟ لا كيلعبوا تقريبا داخل الدوحه. استثناء واقع الفريق ديالكم؟ حنا عندنا الملعب ديالنا في الخور. والخور تقريبا راك شتي ميم با 30 ما وصلش كاع 30 كيلومتر ما وصلش. غير باش نكمل بالنسبه لاش قال سي عادل على الكلام اللي تكلم على بالنسبه للانديه ما تلقاش مشكل، المشكل الوحيد هو في التنقل، واش غتكون يحترموا المسافه ديال المترين لكل لاعب ملي كيطلعوا للحافله ولا لا؟ خصهم الرجاء مشات الجديده بالحافلات اغلبيه ديال الفرق هادشي اللي خصو يكون. كنظن بان كاع الفرق عندهم جوج ديال الباصات الباصات والنقطه الاخيره هي الكمامه مثلا، هذيك راه حمايه لذاك اللاعب اللي قدامه واللاعب اللي وراه. شوف باش نكونوا زعما نكونوا واضحين، شفنا صور جميله جدا
مقابلات اللي تجرات للدراجة ولا ديال لا داكشي اللي كاين ما كاينش الريتم ما تهضرش معايا ما نقلبوش على الريتم لا الريتم دابا ماشي وقته ماشي وقته والبيوت وشكون ربح ما عندي ما ندير به دابا ماشي وقته داك كنهضر معاك دابا لا ولكن الجمهور عنده ما يدير به الله يسهل عليهم حنا ما كنهضروش على الجمهور والنتائج دابا كنهضروا على واحد الوضع اللي شناه انا ما تهضرش معايا على بحال دابا الماتش ديال الوداد وجديده فاش كتشوف الكاميرا كدور كيبانوا الفرقه ديال 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 الوداد وجده جالسين كل تباعد دايرين لي بافيت ديالهم امور زعما الوداد لا ميم شوز كنظن الناس واعيين كاين الوعي شي فاش كيكون الوعي ما كاينش المشكل شي فاش كيكون الجهل وكنقلبوا على المشاكل انا نشوف كيفاش ندير شي قالب باش ما نلعبش الماتش هنا فين كنلعب الماتش علاش علاش ما نلعبش الماتش والماتش غيتابعوا وسولوا عيط على الناس القنيطره وسولوا قول لهم علاش درتوا هذا الشيء بغيتوا ديروا هذه القوالب باش ما تلعبوش الماتش دابا رجعتي لنا القنيطره حنا كنا دابا حيت دابا الريتم الريتم كنا كندويو على الريتم الريتم قلتي انت ما مطلوبش الريتم ما مطلوبش في الريتم راه غيجي مع الماتشات راه ما يمكنش واحد 4 شهور ما لعبش وتجي تطلب منه الريتم وكل الماتشات فيهم الريتم راه الانجليز شوف الانجليز والسبليون والطاليان وهاد الالمان راه الريتم ما خداو حتى الماتشات ماتش واحد جوج ثلاثه اربعه وحنا غاديين حنا في البطوله الوطنيه كنظن بانه بلا كورونا الريتم عندنا محفحف عاد بالكورونا بشويه بشويه الفراقي كل واحد على حسب الامكانيات ديالو على حسب الموعد البدني ديالو على حسب المدرب ديالو على حسب الامكانيات ديالو على حسب الطريقه ديال الاسترجاع ديالو هادشي راه فيه بزاف ديال الامور غير حنا بالنسبه لينا المهم السلامه ديال اللاعبين السلامه ديال المواطنين اللي بغى يربح الله يسهل عليه اللي كيشجع شي فريق الله يعاونو حنا هنا المهم عندنا هو الصوره الحضاريه اللي قدمها المغرب للعالم كامل باش رجع البطوله فاش كترجع البطوله وكتشوف مقابله ديال الوداد وجده ولا ديال الجديده والرجاء ولا ديال الحسنيه وبني ملال كيقولوا هاد الناس الحمد لله شو هاد الناس كيفاش رجعوا فاش كترجع وكتقلب وكتلقى ماتش ديال تماره وديال نادي القنيطري كتحشم على عارض كتقول اش وصلني لهادشي اذا خصنا يا نكونوا يد في يد باش نزيدوا لقدام واللي غير يرجع للور راه الواضح الميساج واضح اللي باغي يرجعنا للور راه كسول هادشي اللي بغيتي تقول سلام شكرا لا ماشي كسول عطينا اتساع عطينا اتساع شكرا لك عادل وصلنا لنهايه الحلقه كنشكرك مجددا سي سويحب وما باغي ندير واحد التعزيه للسي الاخ ديالنا والصديق ديالنا يوسف فري اللي في وفاه الام ديالو مسكين بسبب كورونا الله يرحمها مات وانا لله وانا اليه راجعون وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم الاسبوع الرياضي نتلاقاو معكم في الاسبوع القادم مع ضيوف اخرين مواضيع اخرى الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى الى اللقاء